مساكم الله بالخير. اليوم موضوع عندنا جديد ومختلف بنتكلم. عندي سؤال بسيط براشد في البداية. مساك الله بالخير. هلا ابو حياك الله براشد. ورد سؤال وكثير من الصيادين يشتكون من لنجات الكشاتة. نعم. والسؤال يعني وين المشكلة؟ شوف براشد، المشكلة ان اللنجات هذه غير مخصصة للصيد اول شيء، وتروح وتقعد بالايام اسبوع 10 ايام اهلها يردون عنها، والهنود هذيل الاسيويين يقعد يشتغل يعفس البحر عفاس ليل ونهار، وفي اي مكان، في الذربة، في الحديد، في ام الخيفان، في اي مكان يطري عليك، في ام الحول، في شويمسه، ما مكان شمال جنوب، ما خلى مكان حق الصياد. اللي راح الصياد لقى المكان معتفس، بالذات اهل السكار واهل الدفار ما يلقون المكان، وانا بعيني شفتهم. ويستعملون الغزل الممنوع اصلا اللي هو بثلاث طبقات اللي هو يسمونه اسرائيلي، وبدال المره انا شفت مرات. زين القطري وين عنهم؟ ما في، لا في قطري ولا في شيء. وشلون مسموح لهم اللنجات ان تبحر؟ هذا السؤال ينسالون الناس القايمين على الامور هذه، اللي هم تطلع من عندهم اللنجات وتدخل. شلون يرجعوا اللنج هناك عنده طراد؟ عنده طراد، عند يروح هناك ويرجع يمشي في بيته، بعضهم يلنجه ويخليها هناك ويرجع في الطراد. برجع لك براشد الحين. معنا بعد ايضا رئيس جمعية الصيادين احمد سالم الهاملي. احمد سالم، الموضوع انت طبعا سمعته الحين، هل انت وصلت الموضوع للمسؤولين في الثروة السمكية؟ وصل المسؤولين للوزير نفسه، وزير البلدية والبيئة، وصوينا هذا، تكلم عن الموضوع كذا مرة في الثروة السمكية، والمخالفين زادوا ما نقصوا. يعني الضرر يرجع على السفن، الضرر انا حماية الصياد، انا متحدث حماية الصياد. نعم، الرسمي متحدث الصياد. هذيل المخالفين يعثرون على الصيادين اللي هم مسوين بطايق صيد ورخصة صيد وكل شيء عندهم. هذيل يعني ماخذ اللنج تقول، لا هو ماخذه يعني كتجارة، بس في منظور الناس بدون ترخيص، يعني بدون ترخيص لنج خاص يستخدمه في أشياء مثل. كم يوم يقعدون بسالم هناك في اللنجات؟ يعني والله أنا سمعت ما بقل من 10 ايام يوصل لحد شهر. شفت لنجات؟ لو سألوك المسؤولين شفت والله لنجات؟ والله شفت وصورت وخدت اسامي وكل شيء، وصدتهم بيدي ان يستخدمون الغزول الاسرائيليه وصورتهم. هاي تاكيد لكلام براشد. ان هذا التاكيد ان كلام براشد صحيح 100%. براشد شنو الحل ولا شوف الطريقه؟ الحل يمنعون الناس ديله، لان هذيل اساسا مو هب صيادين. الجول لو لاحظت جول الصياد اليوم مع المليون، هذه ماخذ له جول ب 100 ريال. كشات بأي حق يحمل غزل 50-60 قطعة غزل ويروح ويقط في أي مكان؟ بالتالي خرب على الصياد الرسمي. الصياد هذه الرسمي اللي عنده هنو بحاحير تكاليف وطراد الله أعلم بشم قيمته، لين راح المكان ولا لقى المكان معتفس مخاوض ليل ونهار، عود المسكين ذي بدون شيء. يعني المشكلة تكمن أن اللنجات هذه أصحاب القطريين. نعم. يرجعون ويخلون الهنود والأجانب. نعم. خلينا نتكلم بشكل خاص. نعم. الأسيويين. نعم. يخيطون ويبيطون في البحر، يلعبون في البحر، يتحون على الفشوت وعلى المناقف وعلى القحيح وعلى الأزياء في براشد. كل مكان. شفت لنجات؟ شفت لنجات بعيني، وشفت هنود، وصدت بعد ناس بحاحير أهلهم أبويا. هذه الرسالة موصلها حق منو الحين؟ الثروة السمكية، البلدية، من مسؤول؟ للجهات المسؤولة عن هالقطاع، الجهة المعنية. هذه الرسالة إن شاء الله توصل قطاع البحر، نتمنىها توصل لرئيس الوزراء ويتخذ فيه إجراء. يا ليت. وشكرا لكم، مشكور يا أبو سالم، طول بعمرك. حياكم الله.